بالنسبة إلى ميناء مبارك، هو العقبة الأكبر في وجه الاقتصاد العراقي. وضع في مكان قاتل لا يحق للكويت أن تضع فيه ميناء أساساً، أو استخدامه بشكل ثقيل، لأن هذا الخور، خور عبد الله أو خور الخفجة ما قبل خور عبد الله أيضاً، هذه تعتبر عراقية خالصة، والعراق كان يستخدمها منذ بداية استخدام الموانئ في تلك المنطقة. وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية. طيب. كذلك هذا الميناء، الخطورة في ميناء مبارك أنه ميناء ضخم يتكون من 60 رصيف، وله قدرة استيعابية في ساحة الحاويات جدا عالية، وله ربط سككي وطرق برية تربط جسرين يربطان الجزيرة في الأرض في الجزيرة الأخرى، ثم سكك حديد وطرق برية. لديه غاطس أكثر بكثير من ميناء الفاو. ميناء الفاو لا يزال صغيرا. غاطس ميناء مبارك ما يقارب 24 متر، ميناء الفاو لا يتجاوز 19 متر و80 سنتيم أو أقل من هذا الشيء بقليل. يعني كل السوبر ماكس إذا أردنا نعطي مجال لميناء مبارك للعمل ونعطيهم ربط سككي أو ربط بري، حقيقة كل السوبر ماكس سوف تذهب إلى ميناء مبارك، وموانعنا سوف تضرب بشكل جدا قوي وتكون خارج سوق العمل والمنافسة.